نستقبل هدى وبنت رفقة. رح نتعرف على حالة لعائلة عبود، حالة صعبة كتير. أكيد بدي منكم مشاهدينا أنه دغري من دون تفكير تمسكوا التليفون وتدقوا لنا على الأرقام يلي عم تمرق على الشاشة عبر السوشيال ميديا، أيضا لكل الأشخاص اللي عايشين برات لبنان. فإشي رح بتشوفوها ما بتصدقوا أنه موجودة بيناتنا، لأنه الناس مش كل دقيقة بدهم يجوا يدقوا على بوابكم، ولكن باب كاريتاس دايما مفتوح لكل الناس لتقديم كل المساعدات. هدى أهلا وسهلا فيكي. بوجور رفقة دخيلها الضحكة مع أحلاها. هدى، مع كل هالصعوبة اللي عم نشوفها يعني بالغنى عن الحديث، هالوجه الضحوك كل الوقت، خبريني. يعني أنا تجوزت ورجعت اتطلقت. نعم. واشتغلت كتير واجت بنتي ربيتها وكل هالسنين لوحدي عم بربيها، ف وصلت لوقت انه ما قادره اجيب الادويه كرمال السكري، لانه معي سكري، انا حبلت وببنته كان صار معي سكري خلال الحمل وكمل، لانه ايه نحن بنعرف انه خلال الحمل ممكن يصير في سكري. اي صح، كمل معي. فانا شغلي كان قليل، يعني ما اقدر اجيب الادويه، فصرت كنت شو كنت تشتغلي يا هدى؟ بشتغل بالتنظيفات. عرفتي؟ فما قدرت اجيب الادويه، ضليت وقت طويل كثير سنين، شي 10 سنين ما في ادويه، لوصلت لوقت لانه انبترت اجري، وكمان بنتي صار معها سكري. فهلا انا بهالوضع اللي انا فيه عم تشتغل هي عني، مع انه هي لازم تكفي مدرسه. عرفتي؟ بس اضطريتي تتركي المدرسه رفقة. اول شيء ايمتى بلش معك السكري؟ بلش معي من شي 7 سنين تقريبا. اليوم قد ايه عمرك؟ 16 سنة. نعم. بلش معها ما كنا عارفين انه معها سكري، لفجأة صار في عندي كثير اوجاع، ووقتها رحنا على المستشفى عرفنا هونيك انه معها سكري، رغم انه كمان معها روماتيزم. ف ومن وقتها صرت عم جرب دار السكري، لوصلنا لوقت انه ما عادش قدرنا بقى نأمن المواد الغذائية وهيك والدواء، لحتى صار السكري بطل مركلج معي، وهلا عم جرب ارجع ركلج قد ما في. كيف عم تقدروا تتحكموا؟ مين عم بيهتم فيكم بالطبابة، الوزارة، ضمان اجتماعي؟ يعني بعدك ما بقى عم تقدري طبعا تشتغلي، لا لا. فاليوم رفقة هي اللي عم تشتغل، ولكن أكيد مش مضمونة يمكن، لا لا. لأنه عمرها أيضا تحت السن. مزبوط، يعني هي المفروض تكون بالمدرسة هلا، بس ما يعني كرمال هالمعاش الصغير اللي هو مشي، كرمال هيك هي عم تشتغل، لأن أنا بيتي أجار، وهي قصة الأدوية، الأدوية لحالها يعني كمان مبلغ كبير، وكل شيء إنه منه مسهل، وأنا هلا ما قادرة أوقف، وأنا بدي بروتاز، يعني لازم لأرجع من أول وجديد، لترجع حياة جديد. قد ايه بتكلف البروتاز؟ يعني في كثير إنه أسعار، بس إنه الإنسان بحط بروتاز ليقدر يضاين شوي، يعني ما بعرف الأسعار كلها، بس في من القليل للكتير. من امتى تعرفتوا على كاريتاس هدى؟ كاريتاس تعرفنا عليه يعني قلنا وقت اكيد، لانه هو اصلا من زمان واقف حدنا مش من هلا. انا بشكر كاريتاس وبشكر كل انسان وقف حدي اصلا، يعني من جيران، من رهبات، من اخوارنا، من كتير كتير الحمد لله، وبشكرهم كلهم انا. نعم. رفقة، اليوم في كتير ناس عم بيسمعونا، في كتير صبايا وشباب من عمرك، وفي كتير أهل كمان عندهم صبايا وشباب من عمرك، شو بدك تقولي لهم؟ بدي أقول أنه كل واحد لو قد ما كان عنده صعوبات يضلوا حاطط أمل، لأنه إذا أنه خلص شال الأمل خلص كأنه الطريق سكرت بوجهه، الأمل الوحيد اللي بضلوا فتح له هيدا الطريق. فانه هيدي كلمتي لهم. شو الامل تبعك وشو الحلم تبعك وشو بتقولي يعني اليوم انت لحياتك، وين بتفتكري رح توصلي؟ بهمني انه هلا بس امي تقدر ترجع على الشغل من بعد ما انا وقف، بهمني اوصل للجيش وارجع بالاخر اخدم الوطن، يعني من بعد ما تنخرطي كمان بالجيش. واو. حجرب قد ما في اتعالج من السكري كرمال بس اجى اقدر اخدم الوطن بالاخر. يعني شو بدي اقول لك؟ اللي عم بتقوليه يعني بيفرح القلب وبخلينا نزعل ونفرح بذات الوقت، انه صبيه من عمرك الوطن يمكن ما عطاها شيء، بس هي بدها تعطي الوطن. كرم
روحك قد ايه كبير، ضحكتك قد ايه حلوه، املك قد ايه رائع. منشان هيك مشاهدينا مش ممكن انه كل اللي عم يحضروا ما يتصلوا فينا على الارقام يلي عم تمرق على الشاشه. رفقه وهدى بحاجه لكم. نحن على كل حال بلشنا نتلقى كثير اتصالات عنا على السوشيال ميديا، عنا الام تي في والارقام ارقام كاريتاس. رح بلش اعلن شوي هيك عنا، وعرفت بانه هدى في حدا هلا تكفل باجار بيتك لمده سنه. اكيد بشكره كثير كثير كثير، مش شوي، كثر خيره. واكيد نحن يعني مع الكلام عن الجيش اللبناني ما فينا الا انه نوجه نداء للجيش اللبناني لحتى يسمع هالصبية اللي مندفع لوطنها، يلي بتحب وطنها، يلي هيك مصممه انه تنخرط بالجيش اللبناني. فرساله لقائد الجيش اللي بنعرف انه قلبه كثير كبير وروحه بتطير العقل، بانه يكون عم يتبناها وكانه هي بنت الجيش اللبناني. املنا فيك كبير العماد جوزيف عون. بدنا نسمع هيك خبريه منك قبل ما تخلص حلقتنا لليوم. بحب اقول انه كثير من المساعدات عم توصلنا حاليا. اخصائيه التغذيه ميراي رزق قرباني تبرعت بانه تتكفل بعلاج الصبيه يلي مرقت مع ويلي عندها كمان داء السكري، بانه تهتم بتغذيتها بشكل كامل وبمتابعه حاله السكري يلي معها. ايضا بحب اقول بانه السيد جينو اشقر صاحب شركه حبوب الاشقر تبرع ب 200 كيلو حبوب لكاريتاس، وهن بيتصرفوا فيهم طبعا بمطبخ كاريتاس يلي رح نشوفه بعد شوي. بحب اقول ايضا وبحب اشكر كثير السيد هراتش تشيلينجيريان، سيد جو تشيلينجيريان، اصحاب سي سايد افنيو، هالاحذيه اللي هن صناعه وطنيه واللي هن عاملين ترند كثير كبيره بلبنان، تبرعوا باحذيه بقيمه 15000 دولار لكاريتاس. نساء اطفال ورجال عم بيكونوا يمكن بنشوفهم اوقات ماشيين حافيين للاسف على الطرقات، مشكورين اكيد. يعني ان شاء الله هيك الرب بيعطيكم اضعاف ما عم تعطونا لليوم. نحن مكملين بحلقتنا اكيد. هدى ما بدي اشوفك عم تبكي، ليه عم تبكي؟ يعني هو الوضع منه هين، الوضع مش هين ابدا. يعني شو اكثر حاجاتكم اليوم هدى غير اجار البيت؟ طبعا ايه غير اجار البيت، في الادويه، الادويه مكلفه كثير لانه بسبب الادويه ما قدرت اجيب. انا وصلت لهون وانا ما بدي بنت تعيني ترجع مثلي، عرفتي؟ الادويه، الاشياء اليوميه، كل شيء. يعني ما في شيء مسهل. يعني انا حابه ارجع كمان امشي لحتى ارجع بركب بتفوت على المدرسه بنتي. ان شاء الله نقدر نامن لها كمان بروتيز وكل الجراحه اللازمه لهدى منشان اجرها تقدر ترجع توقف عليها وتوقف بحياتها وتقدر تقوم ببنتها. لانه اليوم كل شيء بيقول انه الام بدها تتكفل او الاهل بدهم يتكفلوا باولادهم يلي تحت السن. ما رح نقبل انه ما تكملي مدرسه رفقه، ولا ممكن نقبل انه ما تكملي مدرسه. شو عم تشتغلي حاليا؟ كمان كمان يعني ماما كانت تشتغل بالتنظيف، انا اللي استلمته عنها هلا. عامله تنظيفات عمرها 16 سنه لبنانيه، ما عندها شيء ثاني تقدر تعمله لحتى تطلع معيشتها، هل هالشيء مسموح؟ ارقامنا موجوده على الشاشه اكيد مع الويب سايت، ناطرين اتصالاتكم مشاهدينا. املنا كثير كبير فيكم. وهلا بدي اشكركم، بدي اطلب منكم تضلوا اكيد مرافقيننا خلال هالنهار. اهلا وسهلا فيكم، سلامه قلبكم. رح نستقبل المحامي الاستاذ جورج خوري لحتى يعطينا كل تفاصيل التبرع، كيف بنقدر نكون عم نتبرع وكيف القانون بيحمي هالموضوع ايضا. أحلى شي بالإنسانية أنها بتعطيك الحرية، ما بتسألك ليش وكيف ومين عم بتساعد، بس بترد عليك بأجمل إحساس لما تكتشف قدي قادر تعطي الناس، وتشوف البصمة اللي تركتها والبسمة اللي زرعتها أو الشخص وقفت حده ليحل مشكلته. بدنا نحب نشارك
نسهر ونتطوع تنحقق حلم، لأنه لفتة صغيرة بتعطينا أمل كبير. الخدمة رسالتنا، النخوة بقلوبنا، وقوة التغيير بإيدينا. يمكن ما حدا بيقدر يساعد الكل، بس كلنا بنقدر نساعد حدا. ورا سعادتنا سر إنه نساعد. حملة المشاركة من كاريتاس. المساعدة سعادة، عيشة معنا. كاريتاس، ونحن متابعين معكم أكيد خلال هالنهار الرائع. بدي أشكر كل شخص عم يتصل فينا، بدي أشكر كل المساعدات العينية والمادية والمعنوية أيضا، وبدي تابع بمواضيعنا مع شق قانوني 100% مع الأستاذ جورج خوري. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. احنا بدنا نشكرك أنه اليوم هيك حبيت أنه تعطينا هالتوضيحات بالقانون. اليوم نحن عم نعمل حملة تبرع على النية، نحن وكاريتاس. طبعا كاريتاس مصداقيتها عالية كتير، الام تي في طبعا دايما بتتابع للآخر كل التبرعات لوين عم بتروح وكيف، ولكن القانون شو بيقول عن هالموضوع؟ اسمحي لي بالاول اتشكر الام تي في وتشكرك انت مدام رانيا على الجهد اللي عم تعملوه خاصه بهالازمه الاقتصاديه اللي هو البلد فيها. مثل ما تفضلتي وحضرتكم كمان المحامين مع النقابه، يعني عم بتكونوا موجودين وين ما كان، مشكورين. نوجه تحيه لنقيب المحامين الاستاذ ملحم خلف في هالمناسبه. مثل ما تفضلتي انت، اكيد الكاريتاس مصداقيتهم كبيره والام تي في مصداقيتها كبيره، ولكن بموضوع الشق القانوني بالقصة التبرعات، هودي التبرعات لازم يوصلوا للأشخاص اللي هن بحاجة لهم. إذا هالشغلة ما صارت، القانون اللبناني بيعاقب بشكل قاسي على هذا الموضوع. في قانون للتبرعات؟ مش للتبرعات، في جرم المادة 671 بقانون العقوبات بتعاقب لحد السنة حبس كل شخص استلم مبلغ من المال وتصرف فيه، يعني استلم مبلغ من المال تيعمل تيقدمه للناس محتاجين، يعني تيعمل للقيام بعمل معين بهالمبلغ وتصرف فيه هو وما وصله لهالناس. هذا الشخص مين ما كان اللي استلم هالمصاري يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة لا تقل عن ربع قيمة المبالغ اللي استلمها. يعني هي مش محددة قصة التبرعات، بشكل عام هذا جرم يعتبر إساءة ائتمان. نعم. فنحن أكيد مش يعني لا الام تي في رح مش قصدين لا الام تي في ولا بالعكس، نحن اليوم يعني بس بشكل عام أكيد هالمصاري لازم توصل للشخص اللي هو بحاجة لها. على كل حال نحن عم نحكي بهالموضوع بالعكس لحتى نعطي بعض مصداقية أكثر ونطمن كل المشاهدين اللي حابين يتبرعوا اليوم بأنه كل قرش رح بيتبرعوا فيه عم بيكون بالمكان يلي هن طالبينه، بالمكان المناسب عند الحاجات المناسبة عند الأشخاص المناسبين أيضا. والأشخاص المتبرعين بهذه المبالغ لهم حق يسألوا انه هل اذا هالمبالغ يتبرعوا فيها وصلت للاشخاص اللي هن عايزينها. نعم. في حال لا ما عارف هيك، هو الشخص المتبرع او المتلقي هذه المبالغ اذا ما وصلت له او المتبرع لهم حق يتقدموا بشكوى. واصحاب العلاقه اللي استلموا الاموال يلاحقوا مثل ما حكينا بالحبس وبغرامه كبيره. شو بتفرق الحملات العلنيه اليوم عم نشوف مش بس عبر التلفزيون، يعني كمان نحن اليوم بهمنا انه ننبه ايضا من كل الحملات اللي عم بتصير عبر السوشيال ميديا، يعني كيف نحن كمواطنين بنقدر نتاكد بانه هل مجموعة، لأنه مش كلهم جمعيات اليوم وخصوصي بهالأزمة أستاذ، يعني هالمجموعة يلي عم بتقوم بحملة تبرعات عبر السوشيال ميديا، هالجمعية يلي عم بتقوم بتبرعات عبر السوشيال ميديا، اليوم نحن كيف بدنا نقدر ندقق من هالموضوع؟ يمكن من شان هيك دايما منقول الإعلام هو مراقب أكتر وبيراقب حاله وبيكون عنده مصداقية أكتر. السوشيال ميديا شو وضع اليوم بالحملات التبرع بهذه الحالة؟ لازم الأشخاص المتبرعين مثل ما قلت والأشخاص اللي بدهم يتلقوا هذه الأموال هني الوحيدين صاروا هني عندهم صفة لهم حق يراجعوا هل على السوشيال ميديا هالجمعية أو الأشخاص اللي عملوا هالحملة لهم حق يراجعون تيتأكدوا إذا هالمبالغ وصلت. بس كيف نتأكد أنه هالمجموعة موجودة أصلا؟ يعني في مجموعات اليوم عم بتقوم بحملات تبرع ما بنعرف اذا هن عن جد قانونيين او لا، يعني اليوم نحن مش لازم نكون عم نأمن لجمعيه عندها على المخبر مسجله بالدوله. صحيح. وغيره، يعني اليوم يعني كمان لازم تنتبه ما يتعرضوا لاحتيال
مشان هيك نحن حكينا انه الكاريتاس هي مؤسسه عندها مصداقيه كبيره، الافضل ناس تعرف لمين بدها تبرع بمصريتها، يعني مش كل حدا عمل على السوشيال ميديا او طلع عمل حمله تبرع، الناس في ناس كثير اوادم بتتحمس وبتتبرع، بس يعرفوا لمين بدهم يتبرعوا تيقدروا يتاكدوا انه هالاموال اللي تبرعوا فيها وصلت للاشخاص اللي محتاجينها. على كل حال كمان مكتب مكافحه الجرائم المعلوماتيه دائما جاهز لحتى يكون عم بيتابع هالموضوع. صحيح. لكل شك بيقعوا في الناس او لكل مشكله بيقعوا فيها الناس من خلال هالتبرعات. اليوم الوضع يعني صعب على الكل، منشان هيك لازم ننتبه كثير منيح شو لازم. صحيح. وهون بس اللي بده يقدم الشكوى تتحول على مكتب مكافحه الجرائم المعلوماتيه اللي هن مكتب متطور جدا متقدم بيقدر يعني يكشف هذه اذا كان في عصابه عم تعمل هيك. الاشخاص اللي تبرعوا بهذه الاموال هم بصيروا مضطرين هن يتقدموا بشكوى ياخذوا فيها صفه الادعاء الشخصي تيقدر ينعمل تحقيق رسمي وينكمش. بس الافضل مثل ما حكينا الشخص يتبرع لمؤسسه عندها مصداقيه عاليه. بدي اشكرك الاستاذ جورج خوري، دائما مشكور على كل المبادرات اللي كمان بتساعدنا فيها. أهلا حضرتك بالام تي في، شكرا لك. نحن رح نتابع حلقتنا مع مسؤوله عن القسم الاجتماعي بكاريتاس لبنان ساندرا ابو جودي. خليك أحلى شي بالإنسانية أنها بتعطيك الحرية، ما بتسألك ليش وكيف ومين عم بتساعد، بس بترد عليك بأجمل إحساس لما تكتشف قدي قادر تعطي الناس، وتشوف البصمة اللي تركتها والبسمة اللي زرعتها عو الشخص وقفت حده ليحل مشكلته. بدنا نحب نشارك نسهر ونتطوع تنحقق حلم، لأنه لفتة صغيرة بتعطينا أمل كبير. الخدمة رسالتنا، النخوة بقلوبنا وقوة التغيير بإيدينا. يمكن ما حدا بيقدر يساعد الكل، بس كلنا منقدر نساعد حدا. ورا سعادتنا سر إنه نساعد. حملة المشاركة من كاريتاس، مساعدة سعادة، عيشة معنا. كاريتاس ونحن معك، وأنا وساندرا أبو جودي معكم هلأ مشاهدينا لحتى نتابع بالحديث عن القسم الاجتماعي بكاريتاس. ساندرا، القسم الاجتماعي يعني عرفتي؟ أنا عارفة كله يعني؟ مزبوط. القسم الاجتماعي بكاريتاس لبنان هو القسم اللي موجه لل... قربينا الميكرو شوي. قربنا الميكرو ولا القسم الموجه للمساعدات والخدمة للبنانية. نحن موجودين بكل المناطق اللبنانية من خلال 36 مركز وإقليم، موجود فيهم أخصائيين اجتماعيين أسيستانت سوسيال بروفيسيونيل. أكيد هن الأشخاص اللي بيستقبلوا، هن الواجهة تبعنا، بيستقبلوا كل الحالات، كل الأفراد، العائلات من كل الفئات العمرية اللي بدقوا الباب بفوتوا عندهم حيلا نوع طلب معين، عندهم حاجة، عندهم طلب، عندهم هم بدهم يعبروا عنه. الأخصائيين عنا الاجتماعيين بيسمعوا لهم، أكيد بينفتح ملفات بطريقة كتير بروفيسيونيل يعني، وبيصير في متابعة للحالات. نحن منتابع يا أما ويمكن بتوجهوا الحالة لوين لازم تروح، يعني إذا حالة صحية هون عندكم على المراكز الصحية. صح. إذا حالة نفسية قدي اليوم عم يزيدوا الحالات النفسية ساندرا؟ في حالات نفسية كتير عم بتزيد أكيد، خصوصا بالوضع اللي نحن عم نعيش فيه، بالصعوبات اللي عم بيواجهوها. نحن من أكتوبر، من نص أكتوبر لليوم، في يقول زايد عنا تقريبا 40%. نعم. عدد الطلبات، عدد الأشخاص اللي عم تتوجه على مراكزنا، يلي يا أما مثل عم تقولي منوجهة على خدمات نحن عنا إياها بقلب كاريتاس، أو خدمات مختصة برات كاريتاس، أو بالقسم الاجتماعي بيكون عنا أجوبة إجمالا على الحاجات الموجودة. نعم. منا دايما هينة، منا دايما أكسسيبل للكل، لأنه نحن بتعرفي للحاجات كتير كبيرة، الأشخاص الأعداد عم بتزيد والحاجات عم بتزيد والطاقات والموارد عم بتقل. بتخف. مزبوط. من هيك نحن بحاجة أكيد لكل أنواع الدعم الموجود كرمال نقدر نخدم الأعداد بطريقة أفضل وأعداد أكبر الأشخاص اللي عم بتوجهوا صوبنا. نعم. في حالات ترفضوها؟
ما بنرفض حالات، لا يعني نحن بنرجع بنوجه، او هلا اكيد بيصير في دراسه للحاله، اذا في اشخاص لسوء الحظ يعني للاسف بيكونوا جايين يستغلوا هيدا اللي كنا عم نحكي عنه من شوي كمان مع الاستاذ. هدول الاشخاص يعني بنجاوب، بنحاول نساعدهم بطرق معينه، نوجههم نجاوب يمكن عندهم حاجات حقيقيه، بس التكرار وبأوقات يعني بيصير في استغلال، بنرجع بنحط حدود للأمور بطريقة أكيد. كيف بتعملوا خلينا نقول التحقيقات تبعكم أو هيك شوي هي دراسة استفسارات أو الدراسة؟ هي دراسة للحالة نحن بنعملها، يعني نحن عنا أكيد دراسة حالة ملف، يعني مستقبل الأشخاص عنا بالمراكز، وبيكون في زيارات على المنازل يعني ما في جهات رسمية ممكن تساعدكم بهالموضوع؟ بالإجمال الجهات الرسمية هن يا أما بيحولوا لنا حالة بيكونوا بيعرفوها، يا أما بنسأل، عادة بنسأل الأشخاص، الأفراد بيعرفوا هن شو حاجتهم وبيعرفوا عن شو يعبروا، ونحن كأخصائيين كمان بنعرف نترجم هيدا الطلب. فأوقات في شخص بيقول لك أنا بدي دواء، وبيكون ورا الدواء في كثير طلبات وأشياء مخبية، والعكس صحيح، يعني في ناس بيطلبوا بس ما بيكون في حاجة حقيقية، بيكون في حاجة للتعبير. نعم. يعني حيلا نعم. حدا بيجي لعندك بيقول لك نعم. أنا بدي، بيكون عنده حاجة للتعبير أو صندرة. من ضمن عملكم أيضا في المطبخ يلي نحن موجودين بالمبنى تبعه اليوم، نحن أنا وياك وعطيني رح نتوجه للمطبخ ونشوف هيك كيف بيتم العمل. خلينا نشوف بهالوقت ريبورت عن العمل الاجتماعي بكاريتاس والقسم الاجتماعي، وأنا بلاقيكم بالمطبخ بعد شوي. من أول ما تأسست كاريتاس لبنان سنة 1972 والقسم الاجتماعي فيها ناشط بخدمته للإنسان والمجتمع، 36 مساعدة اجتماعية موجودين بمراكزنا المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، حتى نوصل لأكبر عدد من المستفيدين اللي بيتسجلن ملف خاص بيدرس حاجاتهم تيقدم لهم الخدمات المناسبة. تمكين المرأة. نظراً لأهمية دور المرأة بالمجتمع، منسعى بكاريتاس لدعم وتطوير طاقاتها على الصعيد المهني والشخصي من خلال دورات تدريبية تفتح لها طريق لنوع من الاستقلالية والنمو الذاتي يلي بيأثر إيجاباً على ديناميكية وحياة عيلتها. متابعة المسنين. بدعم ملحوظ من وزارة الشؤون الاجتماعية خصصنا عدة مشاريع لمرافقة المسنين، إن كان من خلال زيارات منزلية أو نشاطات اجتماعية وترفيهية وتأمين الحاجات الأساسية اللي بتسمح لهم يعيشوا حياة كريمة. بتأمن كاريتاس لبنان وجبات ساخنة مجانية على مدار الأسبوع بمختلف المناطق اللبنانية، بيستفيد منها الأشخاص والعائلات المهمشين والأكثر حاجة بالمجتمع. النشاطات الاجتماعية والتنموية. بتنظم كاريتاس لبنان العديد من اللقاءات والدورات يلي هدفها الحماية، الوقاية والتوعية حول مختلف المواضيع الاجتماعية والتنموية ويلي بتطال مختلف شرائح المجتمع، وبالتالي بتساعدنا نفهم الواقع بشكل أفضل ونتجاوب مع الحاجات بطريقة أنسب. برنامج العائدين. أسست كاريتاس لبنان بالتعاون مع جمعيات عالمية برنامج العائدين اللي بيقدم دعم لللبنانيين المغتربين بألمانيا أو بلجيكا يلي قرروا يرجعوا على وطنهم ليشتغلوا ويعيشوا مع عيالهم وأهلهم. المتابعة الاجتماعية. ولأنه الحاجة مش دايماً بتكون مادية، بتأمن كاريتاس الدعم الاجتماعي لكل شخص بيتقدم من مراكزها. بيتخلل هيدي الخدمة الإصغاء لحاجات الناس ودعمهم معنوياً من خلال زيارتهم ببيوتهم أو استقبالهم بمراكزنا اللي بيتولاها فريق متخصص بالخدمة الاجتماعية، علماً أنه منقوم بإحالة الأشخاص حتى يحصلوا على المساعدة اللي بيحتاجوها بحال ما كانت مأمنة عنا. هيك بتجهد كاريتاس من خلال خدماتها الاجتماعية لتحد من الفقر وتساهم بتأمين حياة كريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية للكل. اوكي، لكن رح تكمل تفسر للناس ان احنا صرنا على هوا جربيل. جربيل بوجور. ميرسي لانك استقبلنا اول شيء. ميكرو وين؟ ميكرو. اوكي. نحن عنا هون اثنين بروجيه،
السوب كيتشن اللي بيوزع 2-4 جمعة أكل لكل العالم المحتاجين والختيارية، بيجوا لعنا تقريبا بحدود 60-70 عائلة، نعطي حوالي 300 وجبة. وبلس عنا مشروع اليوفيد. نعم. اليوفيد هو نعمل كرمال نغذي ونأمن المصاري اللي بحاجة كرمال نمشي السوب كيتشن. يوفيد هو دليفري سنتر، بنفتح من الاثنين للجمعة، بنعطي بريكفاست ولانش، عنا كل الأنواع من مناقيش لسالادز برجر بيتزا ديزرتس. اللي بحب يتصل فينا بياخد الأوردر، وبيكون هذا الأوردر اللي عم ياخده عم بيساهم انه يأمن وجبة لشخص محتاج. قدي الأسعار عن جد بسيطة. نحن رح نمشي كمان فضل. ما بعرف إذا قدرتوا تشوفوا هون قدي المنيو عن جد بجنن. يعني عم نشوف هون بيطلعنا ميكرو تاني أقولكم يا أدي. يعني عم نشوف هون قدي بأسعار عن جد بسيطة ساندرا، منقدر نكون عم نفيد وعم نفيد كتير، ونحنا كمان عم ناكل أكل كتير طيب. خبريني شوي عن الأكل وعن سلامة الغذاء. أوكي، نحن هون كله سيرتيفايد، يعني معمول الدورات اللي لازم تنعمل من الشفية، دورات الصحة، دورات النظافة كلها معمولة. أكيد البرودكتس كلهم توب كواليتي برودكتس، لأنه نحن كومبتيتيف بالسوق أكيد طبيعي، لأنه هاي كواليتي برودكتس هاي كواليتي فود كرمال تا فوالا. نحن عم نقدم سيرفيس سيرفيس نظيف وسيرفيس مرتب للكل. بتشوفي هلا الشباب هون كلهم فوالا طازة. نحن اليوم بدنا نطلب من كل الأشخاص، الأمات اليوم كلهم رح ياخذوا بريك، ورح نخلي كل العالم اللي ساكنين بالأنتوراج تبعنا بين سن الفيل سبتية فرن الشباك دكواني بيعطوا أماتهم بريك وبيطلبوا أوردر من عنا من يوفيد. على كل حال الأكل هو أكل شبابي 100% مع المنقوشة والمعجنات وهالفرن. يعطيك ألف ألف عافية. يلي الريحة بتشهي هون بس تقلكن اليوم الأحد، تقدروا بس من خلال الأوردر تبع الأكل تفيدوا غيركم. كتير حلو الاسم يوفيد أو فيد غيرك، يعني انت بتستفيد وانت بتطعمي. نعم. شو عنا بعد؟ خلينا نشوف بس نظافة المطبخ. يعني نحن مصرين انه نفرجيكم هالمطبخ قدي نظيف، البراد قدي بيطير العقل. خلينا نشوف هون السلادات ايضا. صادرة فسرين نحن شيف وينه؟ اكيد شيف بيعطينا الانجريدينس اكيد، بس عنا سلاد ساندويتشز برجرز بيتزاز. هلا بتشوفوا عم بيشتغلوا الشباب. نحن ما في، نحن اصرينا انه نفوت على المطبخ بالبنيات لانه ممنوع نفوت بلا بني. شربل بيقدر يفسرنا اكثر عن المنيو. نحن بنشتغل كمان على جوده وسلامه الغذاء، يعني كل شيء كالر كودينج من السكينه للكاتينج بورد كرمال نحافظ على السلامه. نحن عم نحضر الاكل كل شيء جلوفز، يعني عم نحطي توب كواليتي. كل شيء بيتحضر فريش، كل شيء بيتغسل وبيتعقم ويتقطع اون ديلي بيسز، تنعطي بالسعر الواطي والسعر المناسب تنكون كومبيتيتور بالسوق. بنكون عم نعطي جود وهيلثي ايتمز. خلينا نشوف كمان كيف معلبين كل الاغراض. وانا اللي بدي اقوله اليوم بوجور داليا، يعطيك هلا الي اوكي بدك. لكن انا بدي اقول اليوم لكل شخص عم يحضرنا بيقدر يعمل اوردر، بيقدر يطلب حتى ديليفري من هون من السوب كيتشن، لحتى يكون عم بيفيد غيره، لحتى بكل صحن نطعمي صحن لشخص جوعان. ممنوع يبقى حدا جوعان بلبنان. عم نكتشف اشياء ما كنا حابين نشوفها فعلا. انتو بايدكم المساعده مشاهدينا، بايد كل واحد انه يكون عم يستفيد ويفيد غيره. مع هالخضار الحلو هون، مع هالريحه الطيبه، ومعكم انتو اطيب ناس. نحن رح ناخذ بريك وبنرجع منتابع. خليكم معنا.